دكتور أمجد رئيس قسم الحساسية والمناعة بمركز المصل واللقاح. دكتور مساء الخير. أهلا بيك استاذ عمرو، كل سنة وحضرتك بخير. يا رب كل سنة وحضرتك طيب، ويا رب كلنا طيبين وبخير على الشعب المصري والأمة العربية كلها يا رب. ازيك يا دكتور، اهلا بيك منورنا. اهلا بيك، اهلا بيك يا نور، الله يخليك يا رب، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب وبخير دايما دكتور. يمكن احنا بنتكلم دلوقتي عن انه في يمكن دراسه ظهرت من ايام قليله جدا بتقول انه التدخين هو اللي بيحمي الناس المدخنه من فيروس كورونا، وطبعا ده احدث زي بلبله كتير جدا على السوشيال ميديا، وطلعت منظمه الصحه العالميه نفت كل ده وقالت لا بالعكس، انه المدخنين بيكونوا اكتر عرضه للاصابه بفيروس كورونا. حابين من حضرتك توضح لنا العلاقة ما بين فيروس كورونا وما بين التدخين. طيب هقول لحضرتك العلاقة ما بين فيروس كورونا والتدخين، وأشرح لك الدراسة اللي قالت الكلام ده هم كانوا بيقولوا إيه والكلام ده صح ولا غلط. يا ريت. الأول هو فيروس كورونا زي ما احنا عارفين هو فيروس تنفسي، يعني في المقام الأول بيخش على الرئة وبيخش على خلايا الرئة وبيعمل ما يسمى الاستنساخ، بيكون ملايين من النسخ عن طريق الرئة ويسبب ما يسمى بالتليف أو التهاب الرئوي. تمام. نتخيل رئة مدخن، اللي احنا عارفين رئة المدخن بيبقى شكلها ايه، مريض أو المدخن مصاب بالتهاب رئوي مزمن أو التهاب شعبي مزمن، بعض الحالات بيبقى فيها ما يسمى السدة الرئوية، بمعنى أن المدخنين الرئة بتاعتهم بتتعرض بنسبة كبيرة جدا من التليف والإصابة ما يسمى بالسدة الرئوية. مصاب المدخن عندما يصاب بكورونا وهو بهذه الحالة السيئة يكون فيروس كورونا أكثر قوة على تدمير الرئة ودخول في مضاعفات تنفسية مثل نقص الأكسجين، ويحتاج مريض المدخن مصاب بفيروس كورونا لأسرة وأجهزة تعويضية وأجهزة تنفسية، وتكون حالته هي الأخطر والأسوأ. نسبة الوفيات من مرضى كورونا من المدخنين هي الأكثر، لأن كما نعلم أن هذا المرض تنفسي، ورئة المدخن هي رئة سيئة جدا وبيئة خصبة لفيروس كورونا، وسهل جدا أن يفتك بالمدخن عن غيره من الآخرين. فكده اولا التدخين وكورونا، مريض كورونا المدخن هو الاخطر، هو الاسرع في الدخول في المضاعفات التنفسيه، ومعظم حالات الوفاه هي من المدخنين. ده غير الاثار السلبيه للتدخين على مناعه الانسان. كما نعلم ان التدخين يؤثر على المناعه بالسلب، بمعنى ان التدخين شقين، شق يؤثر على الجهاز التنفسي وشق يؤثر على مناعه الانسان، ويجعل فيروس كورونا اشد قوه على المدخنين. يبقى فيروس كورونا مع المدخن، مع رئه المدخن المصابه بالتليف وبالسد الرئوي والاخطر والوصول الى مضاعفات اخطر. بالاضافه ان المدخنين هم ضعاف مناعيا، فيكون فيروس كورونا اشد فتكا بهم.